فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال إن ذلك بك ضعف وعجز. نعم، الذي لا ينفذ أحكام الإسلام هذا فيه ضعف وعجز، فلا يصلح وليا للأمر. نعم. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. هذا يدل على أن ولي الأمر لا يتساهل مع الأمراء والولاة الذين ينصبهم على الأقاليم وعلى الجهات، بل يأخذهم بالحزم، ويجب عليهم أن ينفذوا أوامر ولي الأمر ما لم تكن في معصية، لأن هذا من طاعة ولاة الأمور، لا سيما وإذا كان هذا من أحكام الشريعة فإنه يتعين العمل به.